بكم في سلسلة جديدة اللي تحدث على آفاق الدراسة بالسلك الثانوي التأهيلي. في هذه الحلقة غادي نتحدث على شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير. بعد ما تنجح في السنة الثالثة إعدادي سواء كنت في التعليم العمومي أو التعليم الخصوصي، غتنتقل للسلك الثانوي التأهيلي وغادي يكون عندك 4 ديال الاختيارات: إما الجدع المشترك للتعليم الأصيل، الجدع المشترك للآداب والعلوم الإنسانية، ولا الجدع المشترك العلمي، أو الجدع المشترك التكنولوجي. دونك هادو كاملين كيخولوا لك انك تختار في السنه الاولى بكالوريا شعبه العلوم الاقتصاديه والتدبير. وفي السنه الثانيه غادي يكون عندك جوج ديال الاختيارات: اما مسلك علوم التدبير المحاسباتي او مسلك العلوم الاقتصاديه. باش ما نطولوش في الفيديو بزاف، غادي تلقى واحد البي دي اف فيه المواد والمعاملات في كل من السنه الاولى والثانيه بكالوريا. دونك بعد ما تحصل على شهاده البكالوريا كاين هناك جوج ديال الاختيارات: كلية ذات ولوج مفتوح، مثلا بحال كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أو كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وكاين كذلك مؤسسات ذات ولوج محدود اللي كتقتضي إما انتقاء أولي، اختبار كتابي أو اختبار شفوي. يمكن يكون انتقاء أولي بوحديته، اختبار كتابي بوحديته، وقد يكونوا بثلاثة بيهم. دونك كاين كلية علوم التربية تخصص الدراسات الفرنسية في انتقاء ومباراة. المدارس الوطنية للتجارة والتسيير UNCG في انتقاء زائد مباراة. المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISKE في انتقاء زائد مباراة. الأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا CPGE اختيار اقتصاد والتجارة تخصص تكنولوجي فيه انتقاء. ومن بعد سنتين ديال التكوين غادي يكون عندك الحق انك تدوز واحد جوج ديال لي كونكور، الاول الكنايم باش تولج الى المدارس الوطنيه للتجاره والتسيير يعني UNCG، او تدوز واحد الكونكور ديال ISKE باش تولج ISKE. المعهد العالي للدولي للسياحه ليزيت في انتقاء زائد مباراه. شهاده التقني العالي BTS في انتقاء. مدرسه علوم الاعلام بالرباط ايزي في انتقاء زائد مباراه. المعهد العالي للاعلام والاتصال ايزيك في انتقاء زائد مباراه. الاكاديميه الملكيه العسكريه للذكور في انتقاء زائد مباراه. المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ايزاتاك في انتقاء زائد مباراه. المعهد الوطني للفنون الجميله انبا فيها مباراه. المدرسه العليا للفنون الجميله اسبا فيها مباراه. المدارس العليا للتكنولوجيا UST فيه انتقاء. المعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث انساب في انتقاء زائد مباراه. المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة ايناس فيه مباراة. والمعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية ايستا فيها انتقاء.